صلوها. هذا كريم النبى، هذا طويل اليمين، والمرجال صار حاكمها وسلطانها. المرجال صار حاكمها وسلطانها. خلوها خلوها يا رجال. عامر هذا جيب رنج آخر موديل تستاهله. يوم الخميس الجاي إن شاء الله زواج بنت صديقي أبو مشاري بالمجمعة، ويبون عامر يحضر عشان يحيي الحفل. وجارتنا أم ناصر تقول زواج ولد اختها يوم الجمعة في الدمام، ويبون بعد عامر. مساء الخير فنور. سلامات يا نوف. وصلت للجامعة وإلى الآن يذكرون لسمي أبوي. وش خليت البزر سليمان؟ إني وش دخلك أنت؟ نوف يا عامر تسجل طلبات قريبنا، جوالي ما وقف، يبونك تحضر وتهي حفلاتهم. تعال يا عامر يا الكفو. تصدق كل ما أشوفك أتذكر خالك مساعد الله يرحمه. طيب وش المقابل؟ إيش المقابل؟ المقابل تروح خصم عليك. عامر بلا لا تصفط واحد بكرة، صديقي راكان يبيك تحضر زواج أخوه، ويبيك ترفع فيه وتمدحه عند نسايبه. أيوه ما بيقل لميري، سألوها يمكن تبيني أحيي حفل ولد حارتهم في مانيلا. الجمعة 31/12 برفحة. تمام، حول عربون 15,000 عشان أكد لك الحجز. هذاك بالأيام العادية، هذا غير التذاكر وبوكت ماني. أنت طالبه برأس السنة، تبي ولا كنسل؟ زين زين أنتظر عربونك. من صرت مدير أعمالك واتصالات ما تقف، تراكم حجوز خميس وجمعة وسبت فل أوردر. كفو عساك على القوة يا المحزم، بس ورا ما تغير الدفتر ب40 بايباد، تراك مدير أعمال أقوى شاعر محاورة بالوطن العربي. وشو له الخسائر أيباد ب3000 دفتر ب40 بريالين؟ يوفي بالغلط، واهم شيء المضمون. الزبدة أبوها الشاعر ذا وش قال له؟ مترك وده يلعب معك محاورة، وترى يتحداك بسناب، قل بلعب معك محاورة بخيمة حنا لها. وش قلت؟ كلمة. وقل لعامر قبل التحدي والوعد بكرة، وخلى العيال يجون. شاعر ولا فكرتي في الشعارة، وطلق شنب مشروبي فنجاله. ولا عليك ضيق الصلاة. أنت تحاول تلفت الأنظار، ولا كل يبي يصور كيبي جوال. ولد مكسور، لا مكسور. دقيقة يا رجال، الرجال هذا متحديني بالسناب واشغل ولد عمي يقول يبي عامر يجي هنا بخيمة حنا لها، وانا جيته وبالاخير يعطينا بيت مكسور. ميري حطي غداي. ليش ما في أكل معهم؟ أنت دائماً قمة تأكل. بني ميري سوي غدا، ميري سوي عشاء. أتحداك أنت.
فركت بديتك يا الشغالة المتفلتة. أنا والريس بعدين. السلام عليكم. وعليكم السلام. وين عمي تحصة؟ تقول انزل بسرعة. بالحوش. بالحوش. تعال تعال، وين رايح؟ عمي تحصة مسوي حضرة تجول، تقول لا أحد يطلع لما ندي. تفضحنا ذي، مشينا بسرعة. ايش تبين انت؟ دقيقة، فضحتينا. شفت ما منكم رجع، وكل واحد اللاهي في نفسه، وناسين عمتكم حصة. قلت اجيب لنفسي هدية استاهل، بس لا حد يسألني وش المناسبة، لاني انا مدري. ما لقيتي اكبر من ذا الصندوق؟ اسكت انت، مالك دخل. نوف يا قلبي، ابيك تصوريني بجوالك وانا افتح الهدية زين، وانتو صفقوا وصارخوا وكذا وصفروا زين. ابشري ابشري. واو، مرة فلة. واحد، اثنين، ثلاثة. ورا وجيهكم انصفقت. وش رايكم سيارتي الجديدة؟ الحين ذي كيكة ولا سيارة؟ مسوية زحمة والبيت فاضي، كان دخلتي الصالة. أعطيني أعطيني الريموت تدخلها. لا 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 تحرجها، تعرف الريموت يبي له حجار ويمكن ما شرت. خلاص يا عمة، الحجار على حسابي. السيارة وين؟ يبا شوفها تحت. تحت تحت زيادة. ما لقيت أكبر منها؟ لا يبا هي تربيها وتكبر، يعني مع الزمن تتربى بعزس. وجع أنت وياه إن شاء الله، هي حاصلت لكم أصلاً؟ ما عليك منهم، والله منها كيوت. بس ما في منها الوان. هي زينه يا حصه، بس يعني لو انك تنحفين شوي عشان تقدرين تركبينها. اي صح صح، يعني انت دبه يا عمه، لو تنحفين شوي 10 15 35 كيلو. الا وين الفرد الثانيه؟ وش قصدك؟ بوت. يا اخي مشكله المناديب ذولي، اكيد نساها صح؟ اشرها على اللي يوريكم اياها، لي 3 اشهر ادور عليها. صدق؟ وين لقيتيها؟ اكيد تحت السرير. عامر يا عامر، قاعدة جاهز. بابا سليمان كبير الهن، ليش جيب سيارة لابا؟ جيب سيارة صدقي. أقول انطمي انطمي بس، ترى قيمة ذي السيارة 160,000 ريال ينطح ريال. فهمت، هذه العينة حقت السيارة الصدقية. طيب وين السيارة الصدقية؟ وليه ما جبتيها؟ هل لديك التزامات ولم تتمكني من سدادها؟ أبد، ترى ابشري، أنا والعائلة الكريمة نقط ونسددها. ها تقطون؟ تقط يبا؟ نعم. أقول اسكت بس، تتريقون على عمتكم ها؟ والله ما تركبون ذا السيارة ولا تشمون ريحتها. أصلاً عساها تكفيس. عامر عامر، حظت أصلة بعشرة فيها. ليش ودي مقسلة؟ دكت جوا السيارة؟ أنا قسل سوا سوا معين. خمستعشر سنة وأنا أعلمك وأفهمك، الواحد يبدأ فطورة بتمرة، متى بتتعلم؟ أصلا أنا ما أدري شلون، أنت صايم وتبدأ بشيء مالح، هلقل أشرب موية بل ريقك أول. وأنتم بتفطروني على كيفكم؟ وليدي السنة أنك تفطر بتمرة. هلا والله بالعصير البطل، صبي العصير طبقات. قوموا خلونا نصلي ولا ابوك قبل. تو مذنبة، بين الاذان والاقامة 20 دقيقة. اقول لك قم تو، خلينا نلحق الصلاة والمسجد. يبا ما مدانا نخش في السمبوسة. قال لك تحطون سمبوسة قبل الصلاة. يكفي التمر والقهوة وما، وبعد الصلاة حطوا كلش. وش اسوي؟ غثني من يوم ما صحى وهو يهاجس بالسمبوسة. وانت بس اسمعين كلام هالمزارين. يلا يا عيال قوموا صلي يلا. يلا يا عيال تعالوا افطروا، اشغلتونا قبل الصلاة، جعانين وجعانين. يوم جا الفطور وحطينا ايش وجلستوا عند التلفزيون؟ والاكل ذا من بياكله؟ طيب يمه شوي وبنجي. يمه نبغى نتابع التلفزيون.
يعني ناكل انا وامكم لحالنا؟ ليش بطيئة؟ لا حول ولا قوة الا بالله. اما طاك هالزمن ولا طعم؟ عندي موعد. يا عيال اتركوا عنكم السمبوسة واتركوا عنكم الفطاير، ابتدوا بالشوربة. يمه بشربها اذا بردت. سليمان تكفى لا تحط هذولاك اللي يقلدون كل شيء. لا بحط المقالب. وليه تقليد ومقالب؟ حطوني انا. ها؟ ما فهمتها. حطوني انا. ايه صح. أنا موجود في هلاك اليوم؟ لا يا نجمة الشاشة، حلقتك بكرة. أجي والله هذا ذاك الشاعر يقولون كبير يا أبو عامر، نفس الزمن ما فوت ولا ثانية. ما شاء الله احد ينام هالوقت؟ مو بنومه يمه، تريحت بعد الفطور، جتني ذيك الدوخه. لو اخوياك في الاستراحه قايلين لك تعال ما شفنا هالدوخه. ليه الساعه كم؟ فزيت الحين يوم جا طاري الاستراحه. يلا قم قم ودي صلاه التراويح. يلا سمي سمي. ادري عليه تركز. تعالي 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 تعالي. وش السالفة؟ سلامات يا بوي. فرفارة يا بوي. ومن اللي سمح لكم تغيرون ديكور الاستراحة؟ صلى على النبي يا عمودي، وحشني جو رمضان اللي في مكة، وقلت أجيب الفرفارة عشان نعيش اللحظة. خل عنك يا عام، توسع الصدر ونيسة. تغيير جو وكسر روتين. بلنتي. وليش بلنتي؟ اسأل اللاعب. ايها ولا طخوا يا جعل ما تعاطب. وي ايبو ده اخر واحد كان يتفرج مسلسل عربي موت في اكتوبر 2008. هذا ولد عمك اللي عنده عين يتفرج مسلسلات. وانت وش كارك؟ لا السب براطمك بعقالي. النشبه ذا يبيك دربد، النشبه ذا يبيك دربد، النشبه ذا يبيك. يا عيال احد داق على وحيد وقايل له تعال؟ لا ما حد قال له. تكفى يا عامر صرفه، والله ان جان يقلب الفريره فوق روسنا. شو مجنون انت؟ ايش ما ترجع على جوالك؟ وإذا قابلتك ولا جوالي على الصامت. سلامات، وش الدخلة ذي؟ أداهمك أنا. أقول أعقل بس وش تبي؟ تلعبون معنا طائرة؟ إيه مباري، يلا ضف وجهك نجيك الحين. وش اللي في الصحن؟ فطاير جيبها من بيت أهلي. أشوف قال وش تبي قال. وضعي على الملعب. المعذرة يا عيال، ترى جايبها لكم، بس دا بجيح ياكل أي شيء. وين لبن هو؟ حلا الله يقطعكم من مبزرة. الله يحييكم يا خواتي، أنتم وعيالكم. الله يكثر خيرك ويزيدك من فضله يا أخوي. يما عادي ننام هنا عند بيت خالي؟ وشو له؟ فيصل ومعاذ بينامون هنا. صادقين عيالك بتمرحون في ذا؟ اي والله أنا حسب حسابي أمرح دم زوجي مسافر. يما تكفين خلينا نقعد زيهم. الكلام للجميع، اللي يبي يمرح بيتي عينه فراش وعينه خطأ. وين تبين النومهم إن شاء الله؟ ما عندنا فرش ولا سفنجات كفاية. عامر وانا أبوك انقز المحل المفروشات، جيب فرش وبطانيات ومخاد لعماتك. أبشر يبا. أنا اعذروني بعد العشاء لازم أرجع البيت، عيالي متعودين ينامون بفرشهم، تخيلوا حتى بالسفر أعاني معهم. يا حياتي اتركوا عنكم الحكي وسموا متعشى. روح يا عمو.
نفسه مخداتكم زينة وصلية. ترى أنا ماني بنوم علي مخدة، رقبتي تعورني. وش المخدة الخايسة كلها بخمسة؟ إيه هذه شارينا بخمسة، إذا مو بعجبت روحي نامي ببيتكم. وشو؟ أنا أقصد إنه ألزم علينا صحتي يا عمة. لا تتهاوشون، كلها واحد بدون هواش. يمه هو بالنام في الصالة يعني وين؟ نعم نعم. لا يا حبيبتي، أنا جاية أول وحدة في ذا البيت، أنا وعيالي بننام في الصالة. لا والله، وانه وين بالنوم إن شاء الله؟ ضف عيالك وارقدي عند نوف. عماتي ترى الصالة كبيرة وبتكفيكم كلكم إن شاء الله. وأنا أبهج الاستراحة عند الصداع. نوف وزعي عليهم كل شيء، يلا. شايك فضلة تستهبلين انتي يا اختي استاد، اني بعطيك بجامة زايدة، مو بتلبسين بجامتي الجديدة اللي حتى انا ما لبستها. عشان كذا اخترتها، لاني ما احب البس شيء عقب احد. بيجيك كف يعلمك ان الله حق. يما. نعم. بروح الحمام. توك رايح. طيب جاني مرة ثانية. انت بتهرقد ولا اجي ادبجك الحين؟ وجع. يمه لا حول ولا قوة إلا بالله. خير؟ عطشانة بموية. أقول ارقد. ارقد إلى قمت الصبح، اشرب موية لا تشبع. ارقد. يمه. نعم. بكرة إذا صحت أنا أول واحد يلعب بالأيباد. خلاص إن شاء الله. ارقد ارقد. يمه شقاقين يشق بطن العدو إن شاء الله. أرقد يلا أرقد، بس عشوني. تضحكين بعد؟ اسكتي لا كسر ضروسك. أرقدي أرقدي أرقدي. وجع. في غداء؟ اي فيه الحين بنحط. عامر روح جيب له من البقاله. وليه اجيب انا ورا ما يروح يجيب سليمان؟ لا معليش، سليمان ما يروح لحاله البقاله، توه صغير. ليش هالكلمه تستصغرني ومعتبريني بزر؟ ما تطلع برا، ما تجلس حالك بالبيت، ما تروح كوفي، وذي ترى خبري وذي هددني. وش تبغون توصلون له؟ وش تبغون توصلون له؟ انا كبرت. بس أتوقع أنا وإنتي حول بعض بالعمر، وولدي عامر كبر ولدك عبود. لا حبيبتي، أنا مواليد 85، تزوجت صغيرة. تقصدين 58. لا تلوموني في حبه، أنا حبه حيل، هذا فتحاوي حبيبي هو نور العين، فخر الحسا ما ينهزم مهما جرى أو صار. يلا يما أنا بطلع الحين، وصديق وليد انتظرني برا. روح يما الله يحفظكم إن شاء الله، ولا تنسى تقرأ أذكارك وخليك دائما مع ربعك زين؟ إن شاء الله يما، ادعي لنا بالفوز. يلا يا رب إنكم تفوزون، وعلى فكرة هي صفقة واحدة ما توقفونها إلا بعد ما تخلص المباراة. بجري يما. الله يحفظكم إن شاء الله. إلا وين بيروح ولدك؟ بيحضرون مباراة الفتح في الملعب. مع مين؟ مع صديقة وليد أخوه الكبير مبارك، وأنا أعرف أمهم زينة وما زين. خوش عائلة والله. صراحة يا قوي قلبك. على شنو يا معامر؟ هو في خاطره إلا يروح المباراة، خله. بعد لهم يكبرون وتتجدد اهتماماتهم، مو أحسن من جلسته في البيت ومجاب الأربع جدران؟ بس رجعتي بدري. على وين إن شاء الله؟ بطلع مع أخوياي. ادخل البيت بسرعة يا سليمان. يمه بروح برجع بسرعة. سليمان ادخل البيت. يمه تكفين، لا تفشليني قدامهم. اسمع الكلام يا عيال،
ما يصير تدورون لحالكم مع السواق بالشارع. حياكم البيت واللي تبونه أسوي لكم. شاهي، قهوة، كيك. مشكورة يا خالة، احنا بنروح حاجزين فيلم بالسينما، شوية بيبدأ. أما كيكه لو سمحت عطني ذاك، وش اسمه يا ربي؟ نسيته. وشو قهوة هو؟ لا لا، شيء لونه أصفر، وإذا سحبت عليه قلب لونه أزرق. دائما يطلب أخوي سليمان. شال النصر ذا. تنكت أنت وجهك. توين تيربو. توين تيربو. ثلاثة توين تيربو. أبشر. على الطائر وصار على سمان أخوك. سمعت نصيحتكم عيال وهجدته. العمر ذا ما يبيل إلا دق خشوم. زينا يوم كنا في المدرسة. المدرس الحبيب نطقطق عليه، والمدرس الشديد نخاف منه. يمه. نعم. طب ناظريني وانا اكلمك، بقول لك شيء. قول. اخوياي بيجون في الملحق. اي من اول. دام كذا الله يحييهم. وابد اللي تبونه بيجيكم الملحق. تبون كيك، شاي، قهوه، اي شيء. يعطيك العافيه. يا مين جات تخطي؟ الله لا يحييكم. برا برا. وش هالجحوش اللي جايبهم عندنا؟ اخوياي لا تدخلين علينا. وشلون اخوياك وهم اكبر من اخوك عامر؟ لي سنتين اعرفهم، العب معهم اللاي. وشو؟ سلامات. الحين الضيوف اذا جو بيطلون يشوفون اذا لمبات السقف نظيفه ولا لا. كلام ماما. قرب كثير. اوف 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 اوف. الحين الاكل ذا كله لمصلحة من؟ لمصلحة الجوهرة. ما شاء الله الكيكة هذه انت اللي مسويتها؟ عمر من جد خربتها. والله اعلم عليك امي. عامر أهم مصلحة الجوهرة. مع السلامة. ماري جيب الخرقة بسرعة. أبو عامر اطلع جو الضيوف. عجيب والله. هاو يا معامر، وش مزينت من نفسك؟ وش مسوي؟ وش فيني أنا؟ عجزتي ومدهمرتن بعمرك، تغيرتي علي بالحيل. تدرين يا ناف أني أنا وأمك كبر بعض؟ وامك ذي كانت ملكة جمال، كلن خاقن عليها يبي خطبه، وابوك الضعيف كان يتردد كل اسبوع من القصيم عشان يخطبه على خير. على خير ان شاء الله. ليش سويت بنفسك كذا؟ تعرفين البيت والعيال والعمر يمشي. يا خي هذا انا قدامك، عندي بيت وعندي عيال ولا تغيرت مثلك. ايه ما علينا، تفضلي. لا يا حبيبتي، انا ماشي على نظام غذائي، ما اقدر اكل كذا. ما شاء الله ماشي على نظام الكيتو. وين حرام عليك، ظلمتيني، ما وصلت مرحلة الكيتو. أنا جسمي حلو، أنا ماشي على النظام اللو كارب. الليمت عندي باليوم 300 جرام بس. عاد تصدقين أنا جربت نظام الكيتو شهر بس لعب نفسيتي مرة. وانت يا معامر ما فكرتي تسوين اللو كارب؟ أنا سوي اللي يشتهون العيال، كبسة، جريش، مرقوق. يا ويلي، كبسة ومرقوق وجريش، هذه هاي كارب. ها هاي كارب؟ يا معامر الله يهديك، وش ذا؟ يكفينا اللي غرفته. وش ذا؟ ذا أكل قطاوة. لا يما، أم خالد ما تقدر تاكل، لأن لو زاد الكارب لو شوي بيخرب السايكل وتعيد النظام من جديد. لا لا لا، أهم شيء لا يخرب السايكل والكارب، نخليها براحتها. يلا لك الحمد، أنا شبعت.
كثر الله خيرك يا ام عامر، رجع له عامر بحسك ان شاء الله. بس انتي ما اكلتي شيء. ها؟ وش ما اكلت شيء؟ قسم بالله اني ارتكبت جريمه هاليوم، لو تدري عني الكوتش حقتي كان تذبحني ذبح. ام خالد انتي دارسه برا؟ لا. ليش؟ ما شاء الله، الكينو والكوتش والسيكل والكار. روبين شغل السيارة وحطها لي قدام الباب، وإذا وصلت دق علي دقة عشان أطلع لك. يلا شعلة. عامر إن شاء الله يا عامر، ما قصرتي اليوم. شوفي يا حبيبتي، أنا بكرة عزمتك، جهزي نفسك. استلم الدخول العنيف، بتذكرهم اجل. مساك الله بالخير يا اخوي. هلا والله بخيتي، شلون دخلتي؟ هو دخلت مع الباب، لقيتهم عامر ونوف ينزلون مقاضي من السياره، الظاهر انهم يدرون ان في عزيمه. عامر قم جيب باقي الاغراض من سياره نوف. عامر خلي سليمان يساعدك، ترى في كراتين ثقيله فواكه شايفتها برا. سليمان؟ يا سليمان؟ ها وش رايك عمتي؟ جبت هالورد خصيصاً لذي الجمعة. ما شاء الله يهبل، أكيد طالعت على عمت. أقول عطيني صورة. لا ما أبغى الجوال، أبى صور الورد بس. لا وجع وجع. بدينا صفرات الإنذار. أتركها، خلي الجوال معها وكل المصراخ. خلاص عمتي أنا بصورها بجوالي وارسلك إياها. هلا يا غادة. اي موجودين، ادخلي يا ميري. ميري افتحي الباب. ما شاء الله عمتي غادة تدق قبل لا تجي. وش قصدك؟ واضح شو اقصد. على الاقل انا اقدر عزيمة اخوي واجي بدري، ماني بصيف مثلها واجي اخر الليل. مساء الخير. هلا والله بالعم البطله. هلا عامر شلونك؟ الله يحييك. هلا هلا وسهلا. هلا بخوي شلونك؟ شو صحتك؟ هلا والله بخيتي. هلا حي يا هلا والله. هلا هلا حبيبتي. هلا هلا بغالي من جانب. الله يحييك. هلا وسهلا. وحشتيني. شلون طيبه؟ خير. استريح يا عمو استريح. هلا وسهلا. هلا والله شلونك؟ طيبة. هلا يا بطل. كيفك؟ كويس؟ هلا والله كلك ناحف. كفو والله استمر. شلونكم؟ الحمد لله بخير. شلونك يا غادة؟ أنا بخير صحيح. طيبة؟ الحمد لله. وشلونك يا مهند؟ وانتي يا لورا؟ الحمد لله طيبين. ما شاء الله يا الضرابة، الله خلق وفرق. حتى أمه ما جت ويدها فاضية، جايبة حلو فطاير وعصير تايم. تدري يا حصة أن عيالي من يوم جو ما سلموا علي قاعدين يلعبون بهالأيباد هذا. يا عبا ورا ما سلمتوا على أخوي؟ هماني قلت لكم إذا رحنا بيت أخوي نسلم على راسه. يلا قوموا قوموا. يما شوفي خالد ما يعطيني الأيباد. والله يجهز كب. عطى خليه يلعب. يما ما لعبت له شوي. من جينا وانت لعب بهالأيباد يا النصاب. يلا حطه، لا أنت ولا هو. بعدي ما افتتح العروب. اوف 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 اوف. على ذا الكاميرات ناوية تنقلين الدوري. هالحين بس خلي احد يقرب لي، كل شيء موثق. اكيد حتى النية بتطلعينها. ايه وبشكيهم بعد. اتحداك العم البطلة، اجل اليوم الفيلم 3D. وجهتك على اليمين. هذاك هو المحل. الله لا يخليني منك يا جوجل الباب. الله لا يخليني. ها جهزت ورق العنب اللي باسم حصه؟
حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب. حسبي الله ونعم الوكيل. وش عليك منهم ذولي همج يطقون؟ وين ورق العنب بس؟ صالح لي شطة. ما يدي يا شطة. وكل يوم أكل شطة. بعدنا أنا مشكلة نقضب همم. وراك ارتعت. دوك الحبحر ده أقوى من الشطة. صالح. وراك ارتعت. محتار مو عشان أكبر من. قوم يا ولد. النشبة ذا يبيك. هلا. أم عاد. كنكم بادين بدري اليوم. يلا يلا جايكم مع السلامة. أوف بسم الله الرحمن الرحيم. لعبت بحسبته. دخلتي بالصبة. أنا ضاربة فرامل. المفروض هم اللي ينتبهون. إيش دخلني أنا؟ لا يا شيخة. يعني إذا ضربتي فرامل يختفون. في اختراع اسمه مرايات ناظريها قبل ما تضربين فرامل. على قولتهم. شرت الداش كام وبعت الفرامل. ترى جوجل ماب هو اللي قال لي وقفي ووقفت. اي صح الغلط على جوجل ماب. المفروض يعلن يقول يا اخوان ترى عمتي حصه بتوقفت محل ورق العنب انتبهوا اضربوا فرامل. تستهبل انت وخشتك. انت اللي تستهبلين. ترى غلط عليه 100%. انا استاذن. وين وين ورق العنب اللي انا جبته؟ من ياكله؟ احس فيه ذنب ولا ودي اشارك فيه. لا يكون بعد انت جايبه ذا الفشار يا المتهوره. أقول اسكت بس يا البزر. ما بك إلا أنت اللي تقيم سواقتي. من زين السواقة. لو ما أنت عمتي كرهت بلغت الحين. أقول أنت بربس خطش نبك وقمت تتفلسف علي. قمت تتفلسف علي. يا راعي الونيت. يا راعي الونيت. أمش أمش قدام. ترى بلف أنا يسار. وش فيك وقفت أنت غبي؟ شو تناظر أنت أمش؟ أمش أقول شو تناظر وش تناظر أفك عيونك الحين. وش مناسبة الكيكة؟ وان ذاب بنذرك معي ترى كل شيء مسجل. تعرف بالقسم إن شاء الله وش فيه. امشي 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 امشي. أنت هو ولا تمثيل؟ قلت لك بيت يقول انك تعاني وانت روحك ما انت عارف موهبتها. انا تمتلك ثروه شعر خذ من لساني حتى تجار الذهب ما تمتلكها. خلوها مع الله. يلا حيا تفضل نورت الاستراحه. يا هلا والله. شوي شوي يا عيال يا عيال الاسطوره سلطان الهاجري عندنا هنا في استراحتنا. تفضل تفضل يا صديق. القهوه والقدوع. الله يغنيك ويكثر خيرك. انا مستعجل بس سمعت لي بيت شد انتباهي عند المحطه ولحقتك عشان اسمع مكرد. شفت يا درج انت ويا الشاعر الاسطوره سلطان الهاجري. لاحقني الاستراحه لان عجبه قصيدي. يا شباب اذا لكم في المحاوره تفضلوا عندنا في نادي لبل في خيمه حناله وترى الحفل بيبدا بعد شوي. عفو عليك اكيد لنا بالمحاوره وبنجي بعد. الا ما عرفنا الشباب. ياسر شكوش صالح كفته. ياسر وعرفناه صالح وعرفناه كفته. هذا اسمه ولا عياره؟ صح لسانك. صح بدنك يا درج. هو يقصد ذا اسمك ولا عياره؟ لا الله يطول لي عمرك ان شاء الله ويخليك. هذا اسمه الرسمي لان امه كانت متوحمه على كفته وسمته كفته من يومها. طيب وهذا راعي الاريل اسمه شكش ولا عياره بعد؟ لا يا طويل العمر هذا اسمي شكش. سماني خالي طلعت قبعه. الحمد لله جت في الحديد ولا فيه. انا بس بكم وانت الحقون. يا شباب اشوف سلطاني ودعها الشباب.
شايب في عمر جدي عسى الله يرحمه. شاربك يا بقى مثل لون الغراب، الوجه البيض عكس الوجه المظلم. ها عامر، شفت المحاورة؟ حسب الدعوة سواليف شاعر توهق برا. خلوها أجيك وأجلدك بلساني وبيميني، تزمر على الناس يعنني ويعنني. تزمر على الناس والله ماني برد عليك وانت في مدرج، انزلي في الملعبه. يلا هلقم، هذه نهايه مبراشك. تبي نزبينك وتهج يا فقي؟ كل الناس طالع فينا. تحسبني بخاف منك؟ لا يا ابوي، مو بعامر اللي يخاف. جهز ردك جايك. لا داعي لا داعي، وانت رح شوف لك شغلة غير المحاورة يا ولد. يلا انزل، يلا انزل، وراك خايف انزل. ما انت بكافو لو تجر الصوت وتصايح، لو طال صوتك ما سوى بي ولا حاجة. شفتوا لعبت فيه حقه وما جاء. اتوقع بعد اللي صار له بيعتزل محاورة، واذا رد عليك ترد عليه بابيات اقوى. انا بصراحة رحمت الراجل، المفروض تعتذر له. ما اعتذر له وين، احنا في مدرسة. يا ابوي هذا مواجه فرسان، اذا ما هو بقد التحدي لا يهايط قدام البشرية. كافو تنطحها كافو تلحقها كافو. كافو كالطيب يا عيال. انا ملخ، وشلون ولد عمي شاعر ولد عنه لليوم؟ صدقت الحين ولا انت في جبهتك ببيت؟ لا 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 لا، عقب اللي شفته اليوم ما ابي منك لا بيت ولا شقه. هلا والله بشاعرنا، بكره ابشر بعزك يا رجال. لو من فاضي افضالك. اي 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 انت وياه ازعجتونا، اكسروا على الصوت. غريبه واصلكم الصوت وانتم في الدور الارضي. وحكت من سرك انت وياه يا قليل الادب. لا يكون تسمعين الصوت بقرون الاستشعار هذا اللي حطيته. حيد شغلكم عندي، هيا علي تسفيهم. جمل 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 يصبر على العرش،
جمل 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 سفينة الصحراء. وش ذنبنا يا شيخ؟ ما بزر يا رجال. هذا مستواكم يا حبيبي. يلا دز على ترك الأول مسوي الرجل الأحداب. دس الصوت فضحتنا مشينا. تشوفيني مسويت عمية جعل سلعمه ان شاء الله. اقول اهجدي بس لا دعسك انت وسيارتك النتفه. تدعسين مين؟ تدعسين مين يا ماما؟ تدعسين مين؟ اقول انقلعي بس. طيري مين؟ فكيني عليها فكيني عليها. ايوه يا خالتي شغلها عندي قليله الادب. خليها ركباي ركباي وشوف ايش بسوي فيها. مسويت عمية يجعلها العمى. وين انتي؟ يس يس يس. هذا السريلاك وهذا البانكيك غرقني. بالعافيه عليكم. تدرين يا هيا السريلاك هذا يمدحونه واطعم شيء عندهم. حد ما لحقت عليه وانا صغيره اذوقه الحين وانا كبيره. اقول خالتي مواليد شم انت. أنا مواليد 2001 توني صغيرة يا حبيبتي. بمشيها لك عشان أضمن رجعتي يا بس. وقفة في وسط الطريق أصلاً إيش الوقفة الهبلة حقتك هذه؟ والله يا أخوي والله ما أدري مين اللي موقف السيارة هنا. والله أني أسفة حقك علي يا أخوي. آسف وين أصرفها؟ طيب حتشوفي إذا ما صورت اللوحة وبلغت المرور ما أكون أنا شوقي. وش فيكم تأخرتوا؟ شفتي سيارتي اللي تطقطقون عليها أنت يا إخوانت؟ طلع فيها ميزة أتحكم بسيارات العالم كلها. أشغلها وأطفيها حتى الفرامل أتحكم فيها. هبلت بهمج الرياض كل أبوهم والبركة في عيوني. الهب حياتك من ضبطي نبي زيها. إيه عاد ما عليه بس سيارة خالتي فيها جهاز وأنا برمجته. عاد أنت يبي للشغلة طويلة يبا ولازم جهاز. مالك بعطيك اللي تبين بس كفر أبغى زيل الجهاز ده بسيارتي. إيه كذا أوكي. يلوموني فيك يا شيخة. اللي صح هذا اختراع جديد ما وثقتيه؟ اي والله صادقه. وثق الاختراع ذا باسمك وافتحي لي متجر وبيعي الاجهزه. انزين بس انا ما عندي فلوس حق كل ذا. ابد ازهليها. انا بدخل معك شريكه في المشروع بس بشرط ما تبيعينه الا للبنات. تم تسجيل براءه الاختراع لك. الف مبروك يا مبدعه. الله يبارك فيك. نورتينا. لو سمحتي ابي رود فور ويمن وهذه استمارتي. حسابك 850 واذا تبين تركبين الجهاز عندك الكاونتر الثاني. شكرا مره. كل البنات يحبونك يا اسطورتنا. العفو حبيبتي. خير وش بغيت؟ رز بخاري. شي ابي انا بجهاز. بس احنا يا عزيزي ما نبيع الاجهزه الا للبنات لو سمحت. تفضل. والله عليك اصلا مو بلي لامي. وامك وين هي ان شاء الله؟ ورا ما جت؟ وين تيجي شايفه الطابور انت؟ والله ما يمديها تقبل على مكتبك ان يجيها رباط صليبي، كبيره سن ما يمديها تجي ولا بديها تمشي. ما شاء الله ما تقدر تمشي وتقدر تسوق. اقعد ادرف ادرف يلا. لو سمحتوا اي رجال هنا بالطابور يتفضل، ما نبيع الاجهزه الا للبنات. والله عليكم يا معصبين. اجت يا عيال.
مشينا. ايه شرشبيل، حركات قديمه، حركات منفوحه، ما تمشي معي انت. لبسك هذا اسود باسود كانك شنطه اورك. ايه عقل، الحين اعطيك واحد. اوكي حامل حامل بس انحلت. هذيك هي مي. اي والله مي. يا مي مي يا مي، هنا هنا مي. لا تلتفتين، عمرو وياسر وصلوا وقاعدين يقشرون. سووا نفسكم ما شفتوهم يا بنات. يا ويلي هذول بيصحونا. ايوه ابوك يا الجحده، سحبين علينا مسويين مندمجين بالسالفه. عطوك اقوى دقه حوله في التاريخ. انا اوريكم. مساء الخير استاذ سعد. استاذ سعد موجود عندنا هنا. يا هلا ما شاء الله تصدق يا استاذ سعد، انا من المعجبين فيك. انا وعيالي كلنا نتعب. لا لا ما يحتاج، انت تفضل، الحفل كله لك. هلا والله استاذ سعد، اتحداك القصه البطل. وش ذا كله؟ تصدق انا من اكبر متابعينك، دائما اشوفك في الترند، حتى اسال ياسر. ايه اسمع، عادي تقول له يدخل له؟ ليش بدا سكرتي؟ عند الشباب هذول معك؟ اي عنده، شوف ماسك يدي. يا هلا ويا مرحبا، وشرفتوني، تو المكان منور، انا سعيد فيكم. الحين سعيد يا كسره العود؟ اقول دزها بس دزها. مشينا يا عيال. امشي صديقي. هلا والله مساعد. هلا والله، شرف فيكم، الله يسعدك. اوف 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 اوف، والله انكم فلين هاي المشاهير. شلهات وغبقات وفلوس وقهوة وبخور، وجيه تفتح النفس وهب عندنا شكو شو كفتة. كفتة؟ من كفتة هذا؟ كفتة واحد من أخويانا ياسر. شوف شوف الأكل. خل عنك الأكل، شوفني هناكم كحلي. مهب هي يا ولد، عيب عليك، است على وجهك. ليفل الميانة عالي بينكم. هي رجال بساطين أحمدي، وأقول لك شيء بعد، نظام بيئة العمل هنا ما في حدود. أما عاد طلعت الغبقة حقتكم كذا سوالف وتصوير، كان اجتمعتم كفي أصرف. يا رجال بيني وبينك الوضع هنا تسليك، ليش حنا نجتمع؟ مشاهدة تطيح في رمضان ونحاول نرفعها، غبقة من هنا وقرقعة من هنا ومحتوى وفعالية ونشرح حسابات بعض. أها قل لي كذا من أول. إيه تخبر، الواحد يسعى ورا رزقه ورا الإعلانات للعيد. سعود هاي، ما دريت إنك موجود، شلونك؟ هلا والله ليال. ليلى، أنت ليل الحين تغلط باسمي. ليلى اسمي ليلى. ليلى ليال في الأخير إيش؟ ليل. والله العظيم إني للحين أموت على ذباتك، ما تبطلها. عموما إحنا هناك مجتمعين، تعال حياك. يلا يلا ندركم. أقول والله هي جيتنا مالها داعي، كأننا بسكوت موز في عزيمة. حتى الوحيد اللي أعطانا وجه سحب علينا. هلا والله حسون. هلا والله، حياك. عادي صور معك؟ بده بالدور. كفو والله. كفك الطيب. أتحداك يا حسون البطل. يا عيال أنا حسون. قل أحلى ستريك. أحلى ستريك. كفو والله. يلا مشينا. مشينا. يلا. هلا والله، عطنا الأماكن. بعد رمضان. ما شاء الله قلبك عامر بالإيمان، واللي قاعد تسوي ذا وشو؟ عزف إسلامي. أجل عطنا يا طيبة. مو موجود عندي في النوتة. أنت بعقل يا وليد فايد. نسوي مهم. أي والله. تفضلوا. وش تبيعون أنتم؟ إحنا عندنا براند جديد من عطور وصناعة محلية سميناها شهقة. من جدكم سمين برادكم شهقة؟ لأن الاسم كناتف شوي، لأن أي شخص يجي يشم العطر إيش راح يسوي؟ إيش راح يسوي؟ يشهق. مريض ذا. إي والله. وش أنواع العطور عندكم طيب؟ عندنا تباكو بالهيل، هيل بالتباكو، صندل بالتباكو، ملح البحر بالتباكو، تباكو بالسكر. استهبل أنت، كلها نفس بعض، تروحون وترجعون على ذا التباكو. هذه الترند يا عزيز الفترة هذه. أجل سموها تباكو. ايش راح يسوي؟ على كم تيشيرتات عندكم؟ هذه بعد الخصم 460. هم عاد 460. اجل اسمع، نبي نمر المحل اللي جنبكم ونرجع لك.
أم عاد جا السحور يلا مشينا. أم عاد الساعة 11 هجت رسمي. يا عيال بسرعة من في الاستراحة؟ أنا جايكم. حتى الوالدة مجدولة. هذا الجيمات أنا مسويته وهذا. يا نوف من عندنا سلامات. وش فيس؟ ما فيني شيء. في حد قال من الضيوف شيء لس؟ لا ما حد قال لي شيء. أجل وش فيس؟ يا أخي أنا ما حد يسمعني. أمي وأبوي كبار بالسن ما يتفاهمون معي، وسليمان صغير ما يفهمني. وأنا وين رحت؟ أنت آخر شيء تفكر فيه أنا، يا نايم يا طالع. خلاص خلاص هدي هدي مدمعة لا تبس عرق. قولي لي شو السالفة؟ قولي بنت حلال أنا أخوص شيس. يا أخي أمي كل ما قلت لها شيء قالت لي لا، لا تسوين، لا تحطين، لا تروحين، لا تودين. وأبوي يقول لي وينك ما نشوفك؟ أنا فوق أذاكر، ما بقاعد ألعب. وسليمان كل ما مل جاي يطقطق علي ولا يسولف معي، أنا ماني فاضية له، أنا أبغى أذاكر. اختبار الأحد صعب ما ذكرت للحين. أم عاد كل ذا الزحمة علشان ذاكرة. خلاص يلا قومي غسلي وجهك ولبسي عباتك. نبي نروح الكافي نتمشى ونرجع. ما أبغى أروح ولا أبغى أشوف أحد. يا بنت حلال تقعدين هنا بنت مذاكرة. خلنا نغير جو ونرجع. يلا قومي البسي عباتك. توه بطلعوا. وش سويت فيها أنت؟ وش دخلني أنا؟ صياح دوافير. بسم الله عليك يا بنتي. والله إني كنت حاسة. اليوم شكوش وذي واضح من الروج انها المكفته. ماما على ليه كل مره يجي هو مسوي كذا؟ عادات وتقاليد شرفك انت. وخذي ذي بالمره. الحين دورك. انا وترى معدلس 5. تدرين يوم تخرجت من الثانوي العيال احتفلوا بي بالاستراحه واصدحوني مفطح مع ان تقديري مقبول. ايه يضحكي كذا. والله انك غيرت نفسي يا عامر. يعني خلاص كل شيء تمام؟ ايه لا يغرك اللي صار، ترى انا قويه. اقعد يا سترونج. ها ايوه وصل السلاح النووي. اسكت انت. خذي يا نوف. لا شكرا. خذي ترى كله من عيونهم. وانت يمه كل ما احد صاح جبتي الغسال. ما هو بشغلك. خذي يا نوف. لا يمه تكفين ذي المره عفا. خذي قدامي غسلي فيها علشان ترجعين تذاكرين. على حسب ذا غسال مين يعني بتفرق كلها سعابين. صادق. هلا معامر لبعينس. شوفي 5 دقايق واحنا عند باب بيتك. تجهزي يا عمري. يلا. وش اللي بدين استاه؟ وش محمله يا معامر؟ انسويت لكم قهوه وحلى وكيكه برتقال تروقون عليها. صدق؟ قهوة حلا؟ وراه وين رايحة حديقة؟ ردين ردين الله يصلح ردين. كيكة برتقال. بعدين تعالي أم عامر وش العبايات اللي أنت لابستها؟ ما عندي صغيرة؟ ليه؟ وش فيها العباية؟ بنت سنوف جوا؟ إيه. سماوي مولع. مرة حبيت. طيب وغرض المخطط؟ مع الهداعي. يلا باي. هجت يا عيال هجت. الموضوع وصل للعباية السماوية. إلى هنا وتنتهي
عشرتكم والمو حلوة ما ظل بعد أبد أبد من طلع ما يسوى والعافني هو الخسار ظل علي سوى هي والفوق فوق يظل ترى والجو يبقى جو إلى هنا وتنتهي عشرتكم والمو حلوة بعد أبد يلا يا بنات قوموا نبي نسفة هالليلة للفجر يلا استعدوا 5 4 3 2 1 مع السلامة باي باي اللي بسألك هي ذي حفلة وشي حفلة عيد ميلاد ولا ولادة ولا وش سالفة أنت ما تقرين وش مكتوب ما أعرف إنجليزي حفلة طلاق عقبالك وش هو أجل افتكيتي من هي العنود اي والله يا اختي ما ارتحت الا لين وصلتني رساله الطلاق ايوه قلت لك الاكل في الحافظه موجود في الفرن والسلطه السلطه موجوده بالثلاجه وما عليها تتبيله ام بغيت التتبيله ترى جنبها بالثلاجه وعليك بالعافية يلا مع السلامة من حاتين أبو عامر يسأل عن عشاه ورا ما يطلب المرسول لا هو ما يأكل من يديني يا حبة عيني عيشي حياتك وش هالدلال اللي انت مدللته خير إن شاء الله خليه على أصابه حيات مو بكل شيء سم وآمر عمرك حضرتي حفلة لأي فنان تحبيه عمرك رحتي سينما ولا قد سافرتي مع واحدة من خوياتك يا ويلي إن سويتها يتزوج علي وقريح خليه يعرس بلي ما يرده أقهري أنتي قولي له أنا اللي بروح أخطب لك وأتحداه يعرس ما بقى من هالعمر كثر اللي راح يا معامر بعذابك ما لحد غيرك تصرف كلنا لك يا حبيبي كلنا لك بعذابك في عذابك ما لحد غيرك تصر قولوا كلنا لك يا حبيبي كلنا لك في عذابك ما لحد غيرك تصر من يردك لا تصرف أنا أوريكم مبصرة أعزك وأحبك وأعشق ترابك عامر طيب زين الحين كفته قم افتح الباب العامر مو وقته ايش يبغى هذا اقول قم لا اكثر يا
ترد على الجوال انت؟ مشغول قاعد ارقص. ترقص؟ ياوا. ما انت بعاقل يا مد الله. قاعد احاول افتح الباب ما ينفتح، في احد مغير الكلون؟ ياوا راكان غيره، ما طالك المفتاح الجديد زينا. راكان ما غيره؟ ياوا. انا اوريك. ليه مغير مفاتيح الاستراحة؟ تبي تكرشني أنت؟ ما أبي أكرش كل شيء، بالعكس أنا قابلت شباب الصباح وعطيت كل واحد نسخة، باقي أنت لأنك ما جيت معنا. ومسوي صايد الجو جايب فنان. أنت وجاكيتك ذا اللي كله مخابي، كنا عزوة بر، يلا برا. برا! يا عامر هدها شوي، اعرف السالفة قبل. ما أبي أعرف السالفة، يطلع برا هو أخويا. أبشر على هالخشم. أنت بس هد وروق. واللي تبيه بيصير. شباب مشينا. يا شيخ ركان، شيخ ركان، ركان وراك فشلت مع الرجال. أقول اسكت لأقلب عليك. يلا اجلس اجلس. ركان ركان مسحب وجهي يا ولد العم، ترى عامر ما يكسب شيء. ركان ركان الله يخليك بالنيابة عني وعن جميع أفضل الاستراحة، أنا أعتذر منك. واسمع ترى انطلعت، ترى بطلع وراك يا تكفى يا أخي، بليز ارجع لا تروح. شوفوا يا شباب، أنا عارف إن اللي صار ممكن أي أحد يزعل وأنا ماني بزعلان منه، هو مجرد سوء فهم، مصيره يهدأ ويفهم الموضوع. ما تستحي أنت، ما عندك كرامة يا اخي، ضف وجهك ما نبيك. وانتم ما شبعتوا حلب؟ يلا دز انتوا يا الاستراحه، يلا. امسح وجهي يا ركان، انا اعتذر منك. وجهك قلب فوطه من كثر ما تمسح فيه. يعني اني انا الكاش اللي بشبكهم؟ ها اوفر فلوسك، خذ معك كل نالك يا حبيبي، كل نالك على الدزه العزيه. ها ولا تنسى ذا، ود الدار البيضاء. وانتبه في حفريات هناك عشان الموتر حقك ما يخرب. الاول حكم يشق جبهتك. شباب شوفوا وش رايكم بجوالي الرمادي الجديد، ترى بدون فلتر. 104 تسلم لي واربعة رجال. لا لا قل له وش معك الزين، لا علمه تبش انت، ترى حكم شلون علمه. هماي كارش كمس، وش اللي جابك؟ ولا تحب تنطرد كثير؟ عامر تراك زودتها عاد. خلي 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 يسولف يبربر مثل ما يبي. هذا صك ملكية الاستراحة هذه. يعني ايش؟ يعني الاستراحة صارت باسمي انا. الاستراحة هذه حقتي. فاهم علي كيف يا حشرة؟ يعني ايش؟ يعني اطلع برا استراحتي ولا ابى اشوف رقعة وجهك، لاني ماني ببالعك من اول يوم شفتك فيه انت ثوبك ذا يا تافه يلي عمرك ما غيرته. يلا 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 برا، ولا ما عندك كرامه؟ مسوي بتشتري العيال بفلوسك؟ بدري عليك، مشينا يا عيال. بدري عليك انت يا حبيبي. الشباب قاعدين في الصراحه معي، وانت الوحيد اللي بتطلع يا مطفر يا تافه.